اتصرت. كنبغي نقول لها شكرا شكرا بزاف. سبحان الله بعض اللحظات ملي كيعملهم فيك الانسان ما كيتنساو شي، والله ما كيتنساو. سبحان الله كنهضر من قلبي حتى جبرت راسي، ما بغيتش نبكي والله ما باغيه نبكي. بخير عليكم حبايب ديالي، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ مزيانين، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. عمران ديالي حشمان عامله فلوك برا، جيت معاه عمران المدرسه ديالو. ها هي اخوتي، جيت نشوفو قال ما كيتشوفش مزيان، الاستاذه مجلسه في الاخر، بغينا نعرفو علاش. قلنا تقربوا شويه ونشوف الحال ديالو في المدرسه كيف نيه. وصافي يا اخوتي خليكم معايا. لازم تسجيل التعليم الابتدائي، الواجبات التسجيل، صورة شمسية، نسخة من الرسم الولادة، نسخة البطاقة الوطنية للأب، نسخة الوطن البطاقة. حيد 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 لي الحبيبة باش نصور. حيد حيد باش نصور. البطاقة الوطنية للأم، دفتر صحي للطفل، الباكونة، ملف مدرسي البرتقالي، يشترى من المكتبة المصادقة عليها من طرف بلدية أو مقطع. خوتي جبرتوني دخلت سجلت داكشي اللي يعني غادي نحتاج باش نسجل بنتي للمدرسة لأول مرة، ودرت مع الأستاذة ديال عمران. تفاجأت أننا ما يمكنناش نتلاقاو بالأساتذة مباشرة، يعني وقفة حدايا، يعني ضروري خصها تكون بعيدة عليا، كتهضر يعني هي من الفوق وانا من تحت. أول مرة كنكتشف هذه الصراحة، عمرها ما كانت يعني كاينة، يعني هضرت معايا هي من الفوق وانا من تحت. والله إلا هذه بعدا صدمتني. إيوا قلت لها العايل بدلتي له الموطع وما كيتشوفش، يعني النظر عنده شوية ناقص. قلت لها بدلوا الموطع وردوا، سقسيت عليه العيل. صراحة أنا عندي شوية ضعيف يعني في القراية، يعني كنحاول معاه داكشي، يعني كما كتعرفوا قرا في الجبال وداكشي، وقراية تما ضعيفة، يعني طالع لي العيل ضعيف في القراية كنحاول معاه. صافي إيوا هادشي اللي كاين أخوتي، أنا في الحومة ديالي على الصباح. كيف كتكون سكات وخاوية؟ يعني ماشي بحال ماشي بحال العشية، دابا الناس ناعسين والعيال مشاو للمدرسة، يعني كتبقاو كيبقاو حال الهدوء. خوتي ها حنايا جهة فين ساكنة أنا، ساكنة قريبة على الدار، باغي نوصل باغي كنوصل للدار دابا، غادي نوصل. كيمشي عمران غير بوحدو، كيرجع بوحدو. حلقتي واش شحال بيض لولو لولو لولو، شخصي يطلع عندي لولو لولو، باين عليهم ربي. انتما انا وصلت كما قلت لكم، ساكنه قريبه على المدرسه، هاد الدار فيه ساكنه انا، هادي اللي فيها الصيدليه، هذا الدرب ديالي. صافي هادي الباب الاولى، الباب الثانيه اللي بغى يجي عندي مرحبا به. وصلتكم عندي حتى للدار، ها فين ساكنه انا. الباب ديالي، الباب ديالي. وا
المهم اخوتي من بعد ما جيت من المدرسه ديال ولدي مشيت جمعت الوريقات، غادي نوريكم الوريقات اللي جمعت. هذا الملف ديال اميره في المدرسه، هذا الملف اللي كنجمعو كنعمروا في البلديه. بالنسبه اللي باقي معمر يعني ما جمعش الوريقات، انا غادي نقول لكم الوريقات اللي غادي تجمعوا، يعني اللي ما باقي ما سجلش ولده يعني كنحتاجوا هذا الملف كنعمروه في البلديه اخوتي. كنحتاجوا اخوتي هذه ديال الورقه ديال باكونه اللي كنعدلوا لوليداتنا ديال 5 سنين، صوره منا وفوتوكوبي ديالي وفوتوكوبي الزوج ديالي وعقد ازدياد اخوتي، عقد ازدياد ديال اميره المغربي البارودي. الاصلي اخوتي تصيورات، نوريكم التصيورات ديال اميره. شوفوا التصيوره شحال مزيونه، شو التصيوره ديال بنتي شحال مزيونه، كتعرف تصور، جات لها حليل. واه قلت لكم اخوتي ملي مشات تصور قال لها المصور جلست باش تصور، جلست في الكرسي قال لها يلاه تعدل باش نصورك، عملت له هيدا، عملت له زعما الناس ملي كيتصوروا كيعملوا هيدا ولا كيعملوا هيدا ولا كيعملوا شي حاجه، والله الا متنا عليها بالضحك. ديك الساعه بدا ديك المصور كيهضر قال دابا كلشي العيال صغارين هما مطورين، يعني ملي كيجيو يتصوروا ما كاين غير هاي بوزيسيون كيعرفوا يسبوزا، والله الا حنا ما كنعرفو من عندهم ملي كنا قدهم. ايوا اخوتي ما نقول لكم شي، فرحانه فرحانه بزاف 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 باش جا عندي صاحبتي، يعني اللي قبل ما نتزوج وانا يعني كنت كنقيل معاها كنقيل معاها ما يمكنش يدوز النهار 10 المرات في النهار كنقيل ما شاء عندها ما جا للدار، حق الله عزيزة عليا بزاف 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 يعني. ويعني واخا تزوجت وما بقيتش ساكنه في المدينه، يعني انا اصلا بنت كاستياخو وهي بيدها من كاستياخو، وجابت الظروف فرقتنا هي، يعني مشات لاسبانيا يعني مجوجة يعني في سبتة وكتعيش في اسبانيا وفي سبتة يعني، وانا طلعت للجبل يعني وكانت كتاجي عندي مسكينة وكتطلع عندي للجبل، يعني اش غادي نقول لكم، يعني عمري ما ننسى لواحد اللحظة اللي ملي تزادت لي اميرة طلعت وبقات معايا مسكينة سيمانة سمحة في الدار ديالها وهي جالسة مقابلاني، زعما والله العادي عمري ما ننسى الخير ديالها، عمري ما نسى الخير ديالها. بعض اللحظات يعني ما كيتنساوش في الحياه، يعني وفي العرس ديالي شنو جرات مع انا ما عندي شي اختي يعني، والعائله ديالي بعيده يعني عرفتي جرات في العرس ديالي، ويعني وعملوا لي الفقراء ما كنتش غادي نعملهم، عملوهم لي كادو يعني جابوهم لي مفاجاه، اتصور دخلوا القاعه كنقول لهم انا لا غلطتوا ماشي هنايا ماشي يعني ما جيتوش عندي انا ما عنديش الفقراء في العرس. ديك الساعات كبداو كيقولوا لي لا ما مغلطناش احنا متاكدين عندنا اللومه هنايا في هذه القاعه، حتى انا فضحتهم يعني كانوا عاملين لي واحد المفاجاه زعما مع كانوا بقاو على قلبي ديك الفقاره، كنقول يعني واحد الحاجه ما عملتها شي في العرس يعني الفقاره في الحنه، يعني عندنا القاعده حنايا في الشمال كنعملوا الفقاره يعني كيكونوا كيعملوا قاعده الحنه كيعملوا ديك الشيء مزيون ومؤثر يعني كانوا غادي يبقاو فيا، ولدابا كنقول احسن حاجه عملوها لي هي عملوا لي الفقراء كادو، زعما مدات لي الفقراء وتهلات فيا وما خلات ما شرات لي وما خلات عرضت لي الناس وجرات معايا عند العداله جرات معايا عندي، يعني كانت كتمشي تعربن معايا وديك الشيء، يعني اش غادي نقول لكم عندي عزيزه عزيزه بزاف. تأثرت كنبغي نقول لها شكرا شكرا بزاف، سبحان الله بعض اللحظات ملي كيعملو فيك الانسان ما كيتنساوش، والله ما كيتنساو الخير يعني ما كيتنساش.
سبحان الله كنهضر من قلبي حتى جبرت راسي ما بغيتش نبكي والله ما باغي نبكي. واش غادي نقول لكم من ملي جات كورونا يعني تغلقت الحدود كانت بيناتنا وبين سبتة. اما هي يعني واخا اسبانيا كانت كتضرب يعني واحد المسافه وتاجي يعني ماشي مسافه كبيره من يعني من اسبانيا لسبتة يعني كانت كتاجي وكتخرج يعني عادي كتخرج دابا ساعه كتخرج. ولكن ملي تشدت اخوتي الحدود بيناتنا يعني خصها تمشي على اسبانيا وتجي على المطار يعني صعيبه ماشي بحال اللي كانت كتجي كتخرج يعني الديوانه بيناتنا يعني حنا داخلين خارجين وهي داخله خارجه يعني توحشنا بزاف 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 وفرحانه فرحانه باللي غتجي عندي وكنتسنى غير فوق يتوصل. ما الصراحه ما عرفتش واش نقدر نصور لكم ولا لا يعني ما جيت معاها خوتها وديك الشيء المهم شوفوا شنو غادي يكون شنو نقدر نصور ولا ما نقدرش ما عرفتش نقدر ما نعرف ما نقدرش نقول لكم يلا خليكم معايا. جاو عندي الضياف واش غادي نقول لكم ما غنبين شي وجههم غنبين لهم غير الجلالب ديالهم. ها هي ديك صاحبتي اللي قلت لكم هذه ديك صاحبتي بالحناني تبارك الله حناني وقلب الهاني هي هذه ديك صاحبتي اللي قلت كنت كنهضر عليها حتى طولي الدموع من عيني. هذه بنتها تتبان ولا ما تبان؟ مالك عادي بان هيا مالك تحيه المشاهدين كتحشم حتى هي. هذه كوثر الله يكبر بك يا مريم مرحبا بكم مرحبا بكم والله الا حتى هذه راه بالحناني تبارك الله هانتوما الحناني لا مازال ولا خير كاينه واحده اخرى كتحشم بزاف هذيك ما بين لها حتى رجله كتحشم ايوا ميريندا ديالنا وها اميره وها واحد الوليد مزيون تحيه المشاهدين واحد التحيه عمل هيدا عمل هيدا عمل هيدا عمل هيدا ما بغاش صافي خوتي ما بغاش حتى هو كيحشم. المهم انا بينت لكم الضياف ديالي واخا ما بينت لهم شي وجههم. ايوا زكيه واحد التحيه للمشاهدين السلام عليكم. ها هو اللي كتهضر مولات الحناني مولات الحناني. السلام عليكم مشاهدين الاخت مريم كيف نتوما لاباس عليكم كلشي مزيان كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وحنا اليوم جينا معرضين عند اغلى صديقه واحسن صديقه وكنتمنى يا ربي تعاونوها ودعموها باش تطلع للقناه حتى هي وتفاعل لها وكنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وشكرا بزاف. انا بعدا شهيتيني غير شكرا. في الحناني بصح اخوتي ما قلت لكمش جابت لي الريغالو نسيت اخوتي ما وريت لكم شي بصح تو جابت لي الريغالو كثر ربي خيرك شكرا بزاف تستاهل شي حاجه كثر اختي مريم شكرا شكرا بزاف ربي يخليك اختي زكيه. المهم انا فرحانه بها كما قلت لكم غتقولوا تحيه للمشاهدين لالا ديك الجوجه كيحشموا تحيه للمشاهدين اختي مريم هي قالت واحده تحيه للمشاهدين. المهم اختي كما اخوتي كما قالوا لكم واحده راه كتاكل الزيتون غير حشمت نقلب الكاميرا اختي. من بعد ما مشاو الضياف ها الحاله ديالنا كيف نيه ها الراجل كيعمر في كرشو ها انتوما واحد التحيه مسيو المشاهدين هادو كي دايرين بخير الله اكبر على الحق. العشاء اخوتي كتبدا العشاء شوفوا اخوتي خوا هادشي ها اخويتي الطابله عندي اخوتي هاد الضياف خلاو كلشي منزل كيكونش الحمد لله قول لهم باي باي تهلا ديبا انت نزلت منا شو صار؟ هاي اخوتي شوفوها هي هادي زكيه